أعلنت السلطات في بابوا غينيا الجديدة توقف البحث عن جثث مئات القرويين الذين يعتقد أنهم طمروا جراء انزلاق تربة نهاية مايو في ظل خطورة المنطقة التي لا تمكنهم من القيام بعمليات البحث. المزيد في سياق التقرير التالي. بعد 12 يوما على المأساة، توقفت عمليات البحث عن جثث القرويين الذين توفوا بانزلاق تربة في بابوا غينيا الجديدة. المنطقة أصبحت خطيرة جدا، كلمة رددها الجيش في بابوا غينيا الجديدة، حيث لا يمكن القيام بعمليات في المنطقة بسبب وجود احتمالية حدوث انزلاقات تربة جديدة. بأمر من الجيش أغلق محيط المنطقة التي وقعت فيها الكارثة حتى إشعار آخر أمام المدنيين والسلطات، وأصبح الذهاب إلى هناك في هذه المرحلة أمرا خطيرا جدا، حيث يعد أسوأ وأكبر انزلاق تربة شهدته البلاد. وبهذا القرار تبددت آمال الناجين في العثور على جثث أقاربهم الذين قضوا في الكارثة. حوالي 2000 شخص دفنوا بانزلاق التربة، لكن استنادا إلى صور التقطت بالأقمار الصناعية يعتقد خبراء ومسؤولون محليون أن العدد أقل بكثير ويبلغ بضع مئات، فيما تم انتشال 9 جثث فقط حتى الآن بحسب السلطات الصحية المحلية. وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما تسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90% من البراكين النشطة في العالم. وقد شهدت في فبراير 2018 زلزالا مدمرا أوقع ما لا يقل عن 100 قتيل، وتسبب في انهيارات أرضية أدت إلى طمر عشرات القرى. بعدما أصبح ذلك أمرا كارثيا في بابوا غينيا الجديدة والآلاف من السكان في خطر وغير قادرين على البقاء في الموقع المتضرر.